الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. بعد بكره هيكون رمضان، يا رب ان شاء الله يكون كله خير علينا وعلى مصر كلها، على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون رمضان كريم ونحسم فيه بطوله الدوري في الموسم ده، نحسم فيه اللقب ال 41 اللي هيكون ان شاء الله من اغلى الالقاب على نادينا. النهارده كمان فريقنا بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهه النجوم. اللقاء ده طبعا متاجل من الاسبوع 29 من الدوري الممتاز، هيكون ان شاء الله بكره على ملعب تتروسبورت الساعة 7 مساء. المدير الفني هيعلن ان شاء الله النهارده قائمة الفريق اللي هتدخل معسكر مغلق في احد الفنادق استعدادا للقاء، وهيكون كمان معانا النهارده اخبار كتير جدا من الصحف ومن المواقع وكل اللي اتكتب عن النادي الاهلي. كمان هيكون معانا النهارده اخبار محلية وعالمية كالعادة وجولة في السوشيال ميديا، وهيكون كمان ضيفنا النهارده وضيفكم الدكتور ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير الكورة والملاعب، وهنبتدي معاكم حلقتنا كالمعتاد بأهم وابرز